السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. يطيب لي ويسعدني أن أرحب بكم في رحاب جامعة محمد البشير الإبراهيمي، وفي رحاب كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير في هذا الملتقى الدولي الافتراضي الموسوم بدور المناطق الصناعية في تحقيق الأمن الغذائي التشاركي في ظل التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من تنظيم كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بمشاركة مخبر دراسات اقتصادية حول المناطق الصناعية في ظل الدور الجديد للجامعة يومي 11 و12 مايو 2022. خير ما نفتتح به ملتقانا هذا آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الدكتور جايدي بومدين، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. والآن أدعو الحضور الكريم للاستماع إلى النشيد الوطني الجزائري.
حفظ الله الجزائر والأمة الإسلامية جمعاء، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. أتشرف الآن بدعوة الدكتور خميسي قايدي رئيس الملتقى الافتراضي الدولي لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا غير مأمور. شكرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا مرحبا بكل الحاضرين معنا والباحثين الأفاضل الذين أثروا هذا الملتقى بمختلف أوراقهم البحثية. قبل أن أبدأ في مدخل مختصر لموضوع هذا الملتقى، بودي أن أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان والتقدير لكل من ساهم ووقف معنا في مراحل تحضير الملتقى، بداية من السيد مدير الجامعة البروفيسور بوعزة ببرزايا، والسيد عميد الكلية الدكتور ميلود زنكري، والسيد المخبر البروفيسور أمل شوتري، دون أن ننسى من رئاسة اللجنة العلمية برئاسة البروفيسور حاجي فاطمة والدكتورة أمينة بالخزناجي، ورئاسة اللجنة التنظيمية برئاسة الدكتور شماني وفاء والدكتورة قطاف سهيلة. كما نعلم جميعا أن هناك مثلث لأهداف رئيسية في العالم بشكل عام وفي الجزائر بشكل خاص، وهو ثلاثية الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الطاقوي، والتي أعطت فيها الجزائر أهمية خاصة في المشاريع والبرامج البحثية الجديدة فيما يخص بالمسمات الـ PNR أو المشاريع الوطنية للبحث. موضوعنا في هذا الملتقى يمس محور من هذه المحاور الثلاثة أو بعد من هذه الأبعاد الثلاثة، وهو محور الأمن الغذائي. فمشكلة الأمن الغذائي يتعين فهمها في إطار التفكير الشامل، وليس في ضوء توازن ميكانيكي بين الغذاء والسكان. فنقص الغذاء لا يرتبط فقط بإنتاج الطعام والتوسع الزراعي، بل يرتبط أيضا بالأداء الوظيفي للاقتصاد ككل من خلال السياسات الحكومية، وأيضا دور المؤسسات والمنظمات. وهذا ما أكد عليه الاقتصادي أمارتيا سان بقوله أن الغذاء لا يجري توزيعه عن طريق الصدقات، وإنما يجب اكتساب القدرة على تحصيله. كما لا يمكن أيضا تحصيل هذا الأمن الغذائي من خلال التعدي على حقوق الأجيال القادمة، وبالتالي الحفاظ على حقهم في مختلف الموارد، والبحث على سبل تطبيق طرق خضراء وطاقات نظيفة لضمان عدم المساس والضرر بحق هذه الأجيال. ومن ثم بات من الضروري تبني ما يعرف بالأمن الغذائي التشاركي، الذي لا يمثل مسؤولية القطاع الزراعي وحده، وإنما هو مفهوم متعدد الاتجاهات تشارك في تحقيقه العديد من الأجهزة والمؤسسات خارج القطاع الزراعي. فهو يستدعي البحث عن طرق وأساليب بديلة للصناعة والاستثمار والاعتماد على موارد طاقوية متجددة في المناطق الصناعية عموما والصناعات الغذائية بشكل محدد وخاص. إن أي البحث على الوصول إلى تطبيق نموذج قائم على التحول إلى الاقتصاد الأخضر بهدف تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الجوع والوصول إلى تحقيق نظام غذائي مستدام. يأتي ملتقانا هذا الدولي، والذي أسعدنا فيه تواجد العديد من الباحثين من مختلف الدول ومن مختلف جامعات الوطن. فهناك باحثين أفاضل من 5 دول عربية، بالإضافة إلى باحثين أفاضل من حوالي 22 جامعة وطنية، قدموا أبحاث مشتركة حتى وصلنا إلى اشتراك حوالي 70 باحثا في مختلف هذه الأوراق البحثية. على مدار إن شاء الله اليومين نتمنى أن يكون هناك إثراء لمختلف محاور هذا الملتقى من خلال ما سيقدم من عروض وما سيتم إثراؤه في مختلف جلسات النقاش. مرة أخرى سعدنا بكم، وبكم إن شاء الله نصل، وبالتوفيق للجميع. شكرا. شكرا للدكتور خميسي قايدي على هذه الكلمة التي وضعتنا في صورة هذا الملتقى. والآن أحيل الكلمة إلى البروفيسور أمال شوتري، مديرة مخبر دراسات اقتصادية حول المناطق الصناعية في ظل الدور الجديد للجامعة،
فلتتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيد ممثل رئيس جامعة محمد البشير الإبراهيمي البروفيسور بودرساي أبو عزة الرئيس الشرفي للملتقى الدولي السيد كسال عبد الحليم، مرحبا. السيد عميد الكلية الدكتور ميلود زنكري المشرف العام للملتقى، السيد المهندس الدكتور جيدي خميسي رئيس الملتقى، الأستاذة الدكتورة حاجي فاطمة رئيس اللجنة العلمية، والدكتورة بن خزناجي أمينة نائب رئيس اللجنة العلمية، الدكتورة شماني وفاء رئيس اللجنة التنظيمية ونائبتها رئيسة السيد الدكتورة قطاف سهيلة، السيدة مديرة الصناعة رحماني، أهلا وسهلا. الأساتذة المتدخلون من الدول العربية الشقيقة، من المملكة العربية السعودية، من جمهورية مصر العربية، سوريا، السودان. أساتذتنا المتدخلين الرئيسيين من جامعة سطيف باتنا ورقل بورج بوريج. أساتذتنا المشاركون الباحثون من مختلف جامعة الوطن. أعزائي الأساتذة وأبناء الطلبة، أسرة الإعلام، الحضور الكريم، أهلا وسهلا بكم في رحاب جامعة العلامة محمد البشير الإبراهيمي. كما جرت العادة تتواصل نشاطات مخبر دراسات اقتصادية حول المناطق الصناعية في ظل الدور الجديد للجامعة. هذه النشاطات التي تكاد لا تنقطع من خلال الملتقى الدولي الذي يعالج إشكالية العلاقة الصناعات الغذائية الاقتصاد الأخضر في ظل مفاهيم الأمن الغذائي التشاركي. كما هو معلوم هذه الإشكالية هي إشكالية ساعة، خاصة في ظل الظروف المحلية والإقليمية والدولية التي نعيش. الصناعات الغذائية كما نعلم تزاوج بين الزراعة والصناعة، وهذا الزواج نجده مثمراً في الدول المتقدمة لكنه مشوهاً في الدول النامية بشكل عام والدول العربية بشكل خاص، كما تؤكده الدلائل والمؤشرات. لذلك أنا لن أخوض في هذه التفاصيل. هذا الزواج المشوه، هذا الزواج المثمر، الكثير من القضايا المرتبطة به سيعالجها أساتذتنا الكرام من خارج الجزائر وداخل الجزائر، ستعالجه الجامعة الجزائرية من خلال الكثير من التدخلات العلمية الموفقة. لذلك لن أطيل على الجميع، ومباشرة أحيل الكلمة للدكتورنا وليد العالب ليكمل كلمات التدخلات، وأنا أقول لكم مرة أخرى أهلا وسهلا بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوريج الجزائر، أهلا وسهلا. شكرا للبروفيسور أمل شوتري على هذه الكلمة الطيبة. نتشرف الآن بدعوة المشرف العام على الملتقى عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير الدكتور ميلود زنكري لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا غير مأمور. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يأتي انعقاد هذا المؤتمر في إطار التظاهرات العلمية المبرمجة خلال السنة الجامعية الحالية 2021-2022، والتي تميزت بانعقاد عدة ندوات وعدة ملتقيات وطنية. هذا الملتقى رأت اللجنة المشرفة عليه أن تختار موضوع مهم جدا، وهو موضوع دور المناطق الصناعية في تحقيق الأمن الغذائي التشاركي في ظل التحول إلى الاقتصاد الأخضر. بداية، قبل وصولنا إلى هذه اللحظة كانت هناك عدة جهود حثيثة لإنجاح الملتقى وإخراجه في أحسن حلة. بداية نتقدم لكل من أسهم في تنظيم هذا الملتقى، الرئيس الشرفي لهذا الملتقى الأستاذ الدكتور بوعزة بوذرسايا مدير الجامعة
والذي يمثله اليوم معنا الأستاذ الدكتور عبد الحليم كسال نائب مدير الجامعة للتنمية والاستشراف والتوجيه، كذلك اللجنة المشرفة على هذا الملتقى بذلت جهودا كبيرة لإنجاحه. بداية نتقدم للدكتور خميسي قايدي رئيس الملتقى بكل الشكر والتقدير، ومن خلاله إلى جميع أعضاء اللجنة التنظيمية، كذلك نتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على تقييم المداخلات، الأستاذة الدكتورة فاطمة حاجي رئيسة اللجنة العلمية ونائبتها، الدكتورة أمينة بالخزناجي، كذلك الشكر موصول للجنة التنظيمية التي سهرت على الإعداد وعلى رأسها الدكتورة وفاء شماني ونائبتها الأستاذة سهيلة قطاف، كذلك نشكر المخبر الذي تولى تنظيم هذا الملتقى وعلى رأسه الأستاذة الدكتورة أمال شوتري. كل المشاركين معنا من داخل الوطن وخارج الوطن لكم منا كل الشكر والتقدير على إرسالكم لمساهماتكم. لدينا مشاركات من جامعات عربية على غرار مصر، المملكة العربية السعودية، تونس، السودان، سوريا، نرحب بكم في هذا الملتقى. كذلك مشاركة من 22 جامعة من جامعات الوطن من أساتذة أفاضل، نرحب بكم في هذا الملتقى. بالنسبة لهذا الملتقى سيكون فرصة لعرض مداخلات قيمة عالجت عدة جوانب مهمة مرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي ودور المناطق الصناعية في ذلك. يوم اختيرت هذه الإشكالية يعني أخذت بعين الاعتبار أهمية الأمن الغذائي لكل الدول، ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في فترة أكدت على الأهمية الاستراتيجية للأمن الغذائي خاصة في ظل الأزمة الأخيرة، الأزمة الأوكرانية الروسية. وأظن أن أكثر المواضيع الآن مطروحة على الساحة الإعلامية أو الساحة السياسية هو موضوع الأمن الغذائي مثل ما أشارت الأستاذة شوتري، حيث ستكون المداخلة الافتتاحية حول موضوع استراتيجية تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وهي مداخلة شاملة انتقتها اللجنة العلمية لتكون كمداخلة افتتاحية يقدمها الأستاذ الدكتور صالح صالحي الذي نرحب به في هذا الملتقى، وتليها إن شاء الله عدة مداخلات يعني حسب اطلاعنا على البرنامج عالجت عدة متغيرات مهمة جدا. هذه المتغيرات مرتبطة ارتباطا وثيقا بتحقيق الأمن الغذائي على غرار المناطق الصناعية، الإبداع والابتكار، الطاقات المتجددة، الزراعات الغذائية، تجارب دولية في الأمن الغذائي، الزراعة الذكية، التخطيط البيئي، وغيرها من المواضيع التي انتبه إليها الأساتذة. في النهاية نتمنى لكل الحاضرين يعني معنا افتراضيا في هذا الملتقى كل التوفيق في عرض مداخلاتهم. نتمنى أن يكون النقاش ثريا يعني في مستوى أهمية موضوع الأمن الغذائي. نرحب بجميع، نجدد الترحاب بجميع الحاضرين معنا، لكل المساهمين معنا من لم نذكر اسمهم لكم منا كل الشكر والتقدير، رؤساء اللجان، رؤساء الجلسات، رئيس الجلسة الرئيسية الأستاذ وليد العايم، وكل الأساتذة المشاركين كل الشكر والتقدير لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر الدكتور ميلود زنكري على هذه الكلمة، والآن أسعد بإحالة الكلمة إلى البروفيسور عبد الحليم كسال نائب مدير الجامعة للتنمية والاستشراف والتوجيه الذي ينوب عن رئيس شرفي للملتقى مدير جامعة محمد البشير الإبراهيمي البروفيسور بوعزة بوذرصايا لإلقاء كلمته والإعلان عن الافتتاح الرسمي للملتقى الافتراضي، فليتفضل مشكورا. شكرا أخ وليد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يطيب لي نيابة عن سيادة مدير الجامعة جامعة محمد البشير الإبراهيمي أن أرحب بكل المشاركين في هذا الملتقى الدولي حول دور المناطق الصناعية في تحقيق
الأمن الغذائي التشاركي في ظل التحول إلى الاقتصاد الأخضر، سواء من جامعة الوطن وكذا من خارجه من دول شقيقة، حيث أن موضوع هذا الملتقى يعتبر من مواضيع الساعة في ظل التحولات الجيوسياسية، كمثال على ذلك مثل ما ذكر زميلي ملود الحرب الدائرة في أوكرانيا مؤخرا، وكذا في ظل التغيرات المناخية والتدهور البيئي والتي أثرت بشكل كبير على الموارد الغذائية في بعض مناطق العالم، دون إهمال عدم استقرار سوق الذهب الأسود والذي يعتمد عليه أساساً معظم اقتصادات الدول العربية. لن أطيل في كلمتي هذه في ظل تواجد الزملاء من أهل الميدان والاختصاص. تمنياتي لكم بنجاح إشغال هذا الملتقى، وأجدد ترحيبي بكل الزملاء المشاركين، وأعلن عن الافتتاح الرسمي لهذا الملتقى، والسلام عليكم. نشكر السيد نائب مدير الجامعة وكذا مدير الجامعة باسمي وباسم أسرة كلية العلوم الاقتصادية والتجارة وعلوم التسيير على مرافقتهم ودعمهم وحضورهم الدائم معنا في جميع التظاهرات المنظمة من طرف كليتنا، فشكرا لكم. على بركة الله الآن نباشر أشغال الملتقى الافتراضي الدولي مع الجلسة الافتتاحية والتي يترأسها أستاذي البروفيسور بن منصور موسى الذي أسلمه مشعل الملتقى، فضل مشكورا غير مأمور، مع تمنيت له بالتوفيق في تسيير هذه الجلسة. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا أستاذ وليد، أستاذ دكتور وليد عيب على كل ما تفضلت به. في البداية إذن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السيد مدير الجامعة والسادة نواب مدير الجامعة، السيد عميد الكلية، السيدة مديرة المخبر، السيد رئيس الملتقى، السادة القائمين والمشرفين على هذا الملتقى الافتراضي، السادة الباحثين والمشاركين الأفاضل، حضرات الضيوف والزملاء الكرام والطلبة الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في الملتقى الدولي الافتراضي حول دور المناطق الصناعية في تحقيق الأمن الغذائي التشاركي في ظل التحول إلى الاقتصاد الأخضر، الذي ينظمه مخبر دراسات اقتصادية حول المناطق الصناعية في ظل الدور الجديد للجامعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في البداية أستهل حديثي بكلمة شكر لكل من أسهم في إنعقاد هذا الملتقى، بداية برئيس الملتقى الدكتور خميسي قيدي ومديرة مخبر دراسات حول المناطق الصناعية الأستاذة الدكتورة أمال شوتري، كذلك كل أعضاء الهيئة العلمية وعلى رأسهم الأستاذة الدكتورة حاجي فاطمة ودكتورة بن خزناجي أمينة، وكذلك كل أعضاء الهيئة التنظيمية وعلى رأسها الدكتورة شماني وفاء والدكتورة قطاب سهيلة، كذلك شكر خاص للسيد مدير الجامعة الأستاذ الدكتور بودرساي أبو عزة ونوابه، ونخص بالذكر الأستاذ الدكتور عبد الحليم كسال، كذلك عميد الكلية الدكتور ميلو زنكري على كل الجهود وكل التسهيلات المقدمة حتى ينعقد هذا الملتقى في أحسن الظروف. كما أتقدم كذلك بالترحيب الخاص لكل السادة الأساتذة والباحثين المتدخلين في هذه الجلسة الافتتاحية التي يشرفني كثيراً أن أكون ضمن هذه الكوكبة من الأساتذة، وعلى رأسهم أستاذنا القدير أستاذ الدكتور صالح صالح من جامعة سطيف واحد الذي نكن له كل التقدير والاحترام، وكذلك الدكتور محمد السريحي من المملكة العربية السعودية الذي صار في الحقيقة من أهل كليتنا وجامعتنا بمشاركته الفعالة الدائمة في مختلف فعالياتها العلمية، كذلك الدكتور نرحب الدكتور أحمد صالح من جامعة دمشق من سوريا الشقيقة، والدكتور تحسين شعلة من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من مصر الشقيقة، كذلك أحب الأستاذتين الأستاذة الدكتورة أمينة من خلفي والدكتورة ربوح حدة من جامعة قصدي مرباح من ورقلة. دون إطالة سوف نشرع في يعني المداخلات ومواضيع هذه الجلسة الافتتاحية، بداية من الأستاذ الدكتور صالح صالح من جامعة سطيف واحد الذي
نحيل له الكلمة و دائما نقدم له يعني كل الشكر والتقدير لتواجده معنا، فهذا شرف كبير لنا. إذا أستاذنا القدير الشيخ صالح صالح، تفضل مشكورا في عرض مداخلتك، وطبعا في حدود الزمن المتاح حوالي ربع ساعة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية الشكر الجزيل لأسرة كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التفسير بجامعة البشير الإبراهيمي على هذه التظاهرات العلمية وهذا النشاط. طبعا هذه الأسرة بكافة مكوناتها والمشرفين على اختلاف وظائفهم في الإقامة هذا المؤتمر الهام الأساسي، بدءا من عميد الكلية وكل أسرته والأسرة الموسعة لجامعة العلامة الشيخ محمد بشير الإبراهيمي لطرح هذا الموضوع. والشكر موصول للحاضرين والإخوة المشاركين من الدول العربية الشقيقة ومن كل الجامعات الجزائرية. الموضوع طبعا مهم جدا ويستحق الدراسة والبحث والتحليل والتأصيل ومناقشة جوانبه التخصصية المختلفة. وسوف يتناول هذا الموضوع ننطلق فيه من خلال طرح الأسئلة التالية: ما هو مفهوم الأمن الغذائي المستدام، وما هي مؤشرات قياسه، وما هي نسبة تغطية احتياجات الأمن الغذائي في الجزائر، ثم ما هي الأبعاد المتكاملة للأمن الغذائي المستدام ومستويات تحقيقه، ثم ما هي المحاور الكبرى لاستراتيجية تحقيق الأمن الغذائي المستدام في الاقتصاد الجزائري في إطار رؤية بعيدة المدى. طبعا هذا سيكون من خلال ثلاث محاور أساسية مبحث. المبحث الأول مفهوم الأمن الغذائي المستدام ومستوياته ومؤشرات قياسه. المبحث الثاني الأبعاد المتكاملة للأمن الغذائي المستدام التي تميز بين النظرة الجزئية التقليدية وبين النظرة الشاملة الدقيقة التخصصية. ثم المبحث الثالث استراتيجية تحقيق الأمن الغذائي المستدام في الاقتصاد الجزائري في إطار رؤية بعيدة المدى، دائما نؤكد عليها، الجزائر 2050 عندما يصبح سكان الجزائر يقتربون من 80 مليون، مع خلاصة فيها بعض الملاحظات. النقطة الأولى مفهوم الأمن الغذائي المستدام، فيها أربع عناصر باختصار. أولا مشكلة الأمن الغذائي المستدام، مشكلة الأمن الغذائي على المستوى الإقليمي والعالمي، ثم مشكلة الأمن الغذائي والتحديات على المستوى الوطني، والمبادئ الأساسية لتحديد المفهوم أو لتحديد مفهوم الأمن الغذائي المستدام، ورابعا مستويات تحقيق الأمن الغذائي المستدام وأشارات قياسه. طبعا هذه نتكلم على هذه العناصر في أربعة باختصار: مشكلة الأمن الغذائي المستدام على المستوى الإقليمي والعالمي، ذلك أنه المشكل الآن سنتكلم عليه لا يتعلق بالجزائر فحسب بل بجميع الدول، وعندما أطرح هذا معناها أطرح هذه الإشكالية أمامكم، فتلاحظون بأنه كل القارات على تفاوت فيها من حيث تأمين متطلبات الأمن الغذائي، سواء كان شديد يصل إلى درجة الجوع أو متوسط نسبيا معتدل. تلاحظوا أنه العالم أكثر من 2.3 مليار إنسان يعانون من انعدام الأمن الغذائي نسبيا أو بشكل شديد. آسيا كذلك فيها حوالي مليار إلى غير ذلك. إفريقيا التي عدد سكانها حوالي مليار و300 مليون هي من أكثر القارات التي تعاني من اختلال الأمن الغذائي في هذه الدول. طبعا وبعدين كاين اوروبا، حتى الدول المتقدمه الولايات اوروبا وامريكا الشماليه كذلك تعاني بطريقه او باخرى. إذن هذا يدل بلي هذه المشكله تمس جميع الدول، وبالتالي نلاحظ انه الانعدام الامن الغذائي الشديد والمعتدل خلال الفتره 2014 2020 يتزايد، سواء كان شديدا
باللون الاحمر هذا الغامق او معتدي نسبيا. معتدي حتى معتدي نسبيا انه لا يحصل على جميع احتياجاته. فتلاحظ القاره الاكثر خطوره في هذا الغرب هي قاره افريقيا التي تحتوي على 60% من موارد الغذاء في العالم ولا تلبي احتياجات سوى 25% من سكانها، رغم انهم اقل من القارات الكبرى من حيث عدد السكان. الان احببت ان ابين بان ما تشاهدونه اليوم في العالم من صراع، الان هذا الصراع الموجود والصراع التجاري الموجود في اوروبا ولاول مره يقع على ساحاتها، هذا الصراع يشمل كل كبيرة وصغيرة على المستوى العالمي، كما أنه صراع على الطاقة، على الأسلحة الدقيقة، على الفضاء، كذلك يتعلق بأصغر حاجة ممكن إحنا نستهين بها. شوف هذه المجموعات التي الآن تتصارع، الصين، الولايات المتحدة، روسيا وغيرها من الدول، نفس الصراع الآن هاي أمامك اللي هنا، حرب اقتصادية عالمية على منتوج واحد اسمه صناعة مركز الطماطم. احنا يقول لك اقتصاد الطماطم يقول لنا عليه مئات المليارات من الدولارات. وشوف الاتجاه تاع الدول، الصين، اوروبا، الولايات المتحده الامريكيه. وشوف الاسهم، اختراق صراع من اجل الهيمنه على الاسواق. لذلك فهو صراع كبير يمس كل سلع وخدمات ومحاصيل ومنتجات الامن الغذائي، بمعنى سوق محتكرة ليست بسيطة الدخول لها أو التأثير عليها. طيب مشكلة الأمن الغذائي وتحدياتها على المستوى الوطني، الوضعية الحالية لمستويات الأمن الغذائي في الاقتصاد الجزائري، قلت إن الوضعية الحالية العالمية والإقليمية والدولية والوطنية والأزمات التي شهدتها قد انعكس سلبا على مستويات تحقيق الأمن الغذائي في الجزائر. هذه الوضعية بمحدودية التغطية، ضعف الاستدامة، تزايد مخاطر الاعتماد على المصادر الخارجية للغذاء لتأمين الاحتياجات وتوفير مدخلات الجهاز الإنتاجي الزراعي وصناعاته التحويلية وتمويل الواردات في ظل اختلال هيكلي للميزان التجاري الغذائي. ويمكن تعبير ملاحظة هذه الظاهرة من خلال بعض المؤشرات الإحصائية. لو نشوف مثلا التأثير السلبي لظاهرة التضخم وتدهور سعر الصرف على الأمن الغذائي، شوف مثلا ارتفاع التضخم، وتلاحظ بالضبط في المواد الغذائية باللون الأزرق هذا الجهة على الجهة اليمنى، ونفس الشيء ترافق مع تدهور سعر الصرف، هذا يأثر في الإنسان الذي يريد أن يحصل على سلة احتياجاته. نفس الشيء هناك تطور في الواردات المتعلقة بالقمح مثلا في الجزائر كمادة أساسية خلال الموسم، خاصة في المواسم الأخيرة، من طبعا هاكم تلاحظوا الارقام من سنه 70 حتى 2022. وتلاحظ مثلا مؤشرات تطور الارقام القياسيه ارتفعت بشكل كبير، بما يعني ارتفاع التكاليف وارتفاع الاسعار، ثم القدره على تامين الامن الغذائي وتحقيق مستوى معين من توفير الاحتياجات، لاحظ انها بدأت تتناقص، ولكن مع انخفاض أسعار البترول، أزمة طاقوية، وأزمة كورونا أو جائحة كورونا قد أثرت بشكل كبير جدا لانخفاض العائدات ليس على الجزائر فحسب بل على جميع الدول. الآن لاحظ أنه الإحصاءات الرسمية تبين بعض المواد الأساسية، القمح بنوعيه، بعض كثير من الأمور، يعني الزيوت، الحليب، ولكن كاين هنا، هذا من تقرير برنامج الانعاش الاقتصادي 2020-2024، ولكن كاين مواد اخرى مثلا الزيوت، المنتجات المرتبطه بالسكريات، كلها لم تدرج، ولكن هي لانها نسبه كبيره، ربما النسبه الكبيره منها كلها مستورده، وهذا عنده تاثير على تامين الاحتياجات. لذلك الجزائر لما نشوف في منظمه التعاون الاسلامي، اصبحت عندنا في منظمه التعاون الاسلامي العشر دول الأكثر تصديرا للمنظمة، والدول الأخرى الأكثر استيرادا من هذه الدول الموجودة في العالم. تلاحظ في الدول هذه موجودة من الصين، الهند إلى أندونيسيا. ومن هنا
من بينها الجزائر تستورد تقريبا 10 مليار دولار، نسبة كبيرة منها مواد غذائية، ممكن أكثر من 8 فاصل كذا مواد غذائية. الآن دراسة أجريت من قبل منظمة التعاون بالاشتراك مع منظمة الفاو، داروا الاحتياجات متعلقة بتأمين الاكتفاء الغذائي لمدة حتى 2029، طبعا خلال مرحلة من 2007 إلى 2029. لاحظ أنه المنتج المحاصيل الأساسية والمنتجات المرتبطة بها والصناعات المرتبطة بها كلها في منطقة شمال، في منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا تعاني من عجز كبير. هذا من جهة يدل على العجز، ومن جهة أخرى يدل أن هناك فرص استثمار من أراد أن يضع استراتيجية ويستثمر. الآن الجزائر طبعا ساعات يجيبوا تقارير، احنا جبنا التقرير هذا شوية يخفف من التقرير هذا، يتكلم على تقرير دوري على يبين وظاهرة الجوع وشدته في كثير من الدول. طبعا مؤشر الجوع العالمي هذا في الجزائر يعني اكتشف أضعف منخفضة من بين 46 المرتبة 46 من بين 107 دولة، وتلاحظ دول أخرى وبالدول الإفريقية ثانية أكثر من ذلك. الآن نشوف المبادئ الأساسية التي أردت أن أضعها لتحديد المفهوم، وهي تختلف عن النظرة السابقة التقليدية وتدرج القضايا الجديدة للأمن الغذائي المستدام. المبدأ الأول مبدأ الاعتماد على الموارد والإمكانيات الذاتية، لا نستطيع أن نحقق أمن غذائي مستدام الاعتماد على الغير. مبدأ التمكين والشمول الغذائي الكمي والنوعي للناس جميعا في دولة من دول. مبدأ تعدد القطاعات والاختصاصات والسياسات. ثم مبدأ السلامة والجودة والتكلفة والتغطية المستمرة المستدامة. ثم مبدأ تكامل المصالح، مصالح الأجيال وضمان حقوقها الحالية والمستقبلية. ثم مبدأ التخصص القطري والتعاون الإقليمي والشراكة العالمية. ومبدأ توجيه النشاط الاقتصادي وترشيد نمط الاستهلاك. ثم مبدأ الخصوصية الاقتصادية والمجتمعية في نمط الاستهلاك وفي الإنتاج الذي يتناسب مع المزايا النسبية لكل منطقة. الآن تعريف الأمن الغذائي، تعريف الذي يؤخذ بعين الاعتبار وتعريف منظمة الزراعة والأغذية الأمن الغذائي، يركز على عنصر التحقق. عنصر التحقق يتحقق عندما الأمن الغذائي، عندما يتمتع البشر كافة، كلمة كافة، في جميع الأوقات بفرص الحصول من الناحية المادية والاقتصادية على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي احتياجاتهم التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائية كي يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة. طبعا بناء على هذا أنا حاولت أن أصيغ تعريف على ضوء المبادئ التي حددتها يكون كما يلي. هو طبعا الأمن الغذائي المستدام هو القدرة الذاتية على استخدام عوامل التنمية لإنتاج السلع والخدمات الغذائية التي توفر العرض الغذائي الملائم الذي يغطي الطلب الفعال والقدرة الشرائية على تحقق التمكين والشمول الغذائيين والتأمين المستمر لسلة الاحتياجات الغذائية للجميع بطريقة مباشرة وغير مباشرة، يعني بما فيها مدخلات النشاط الاقتصادي الغذائي. ما نقدروش نجيبوا مدخلات من الخارج، مدخلات سواء كان مهما كانت لتغذية مثلا الصناعات، ونقول لا تحقق الأمن الغذائي على المستوى طبعا الفردي والأسري والدولة والإقليم والعالم للأجيال الحالية والمستقبلية في إطار تطبيق مبادئ الجودة والتكلفة وتجسيد ضوابط الاستدامة وتحقيق أهدافها وتوازن المصالح والحفاظ على الحقوق والحريات والخصوصيات المجتمعية. من هنا بإمكاني أن أتكلم أن هل ما هي نسبة التغطية؟ نسبة التغطية في الأرقام الرسمية تقول أنها حوالي 70% في المواد الأساسية، ولكن أنا قلت بناء على مكونات المفهوم السابق يمكن إعادة تقدير الفجوة الغذائية ونسبة تغطية احتياجات الأمن الغذائي المستدام بأنها في حدود 50%. راني شوية رحيم يعني، فقط ذلك لأن المفهوم الجديد يربط الأمن الغذائي بالقدرة الشرائية والطلب الفعال والحصول الكمي والنوعي والكيف الصحي المستدام لجميع المواطنين، وما يتطلب ذلك من إعادة توزيع الدخول والثروات وربط الأجور والمرتبات بالتمكين الغذائي لتحقيق لتغطية احتياجات. ومن جهة ثانية فإن السلع والمحاصيل التي تكون مدخلاتها الأساسية مستوردة كالبذور وغيرها من المواد تؤكد على التبعية الغذائية واستمرار الاعتماد على المصادر الخارجية للغذاء.
وهنا حتى أكون أقول إن إمكانيات الجزائر كامنة في حجم مواردها وقدراتها في تأمين احتياجاتها من خلال المزايا النسبية لمناطقها الثلاث الكبرى: المنطقة الشمالية والمنطقة الوسطى والإضاءة العليا ومنطقة الصحراء، كما كانت عبر تاريخها الطويل. الآن هاي المستويات اللي نحدها من قبل منظمة الفو عدد من تقارير كما الأسكوا وغيرها، من الأمن الفردي الأسري على المستوى الوطني وعلى الصعيد الإقليمي والدولي. ومن هنا معناها الجزائر تكون في هذه المستويات كلها وتشارك، ولا تكون منفعلة بل تكون فاعلة، ومؤشراته رائعة ودقيقة وهامة. انتقلت من المؤشر التقليدي الذي يقسم تلك الموارد أو تلك الثروات أو تلك الحجوم على الناس تقسيما عاما إلى مؤشرات كثيرة، من بينها مؤشرات التوفر والحصول والاستدامة والاستفادة الفعلية بدخول وقدرة شرائية والاستمرار والاستقرار. الآن المبحث الثاني: الأبعاد المتكاملة للأمن الغذائي المستدام ومعوقاته في الاقتصاد الجزائري. هناك أبعاد متكاملة لابد من مراعاتها عندما نتكلم عن المفهوم هذا من أجل تأصيله وتوضيحه والبناء عليه. أولا الأبعاد المتكاملة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، ثم معوقات تحقيقه في الاقتصاد الجزائري حتى نزيل هذه المعوقات باستراتيجية متكاملة مستدامة. إذن ما هي هذه الأبعاد؟ الأبعاد هي البعد الأول توفر العرض الغذائي، البعد الثاني القدرة الشرائية على الحصول، ما فائدة الغذاء موجود وأنت لا تستطيع الحصول عليه، ثم يمكن أن تحصل عليه ولكن الاستفادة الكمية والنوعية والكيفية الصحية، ثم الاستقرار واستدامة سلاسل الإمداد. وأضفت إلى ذلك الاعتماد على الإمكانيات الذاتية البشرية والمادية، ثم تكامل تجسيد التكامل ثلاثي القدرات موجود يعني من بين الدول القليل الموجود فيها الجزائر. ثلاثي القدرات: الزراعات الشمالية، زراعات الهضاب العليا والوسط، والزراعات الصحراوية، وهي كلها متكاملة لابد أن يحصل فيها التكامل حتى تستمر تأمين الاحتياجات الداخلين واكتساب حصة في السوق الدولية. ثم ما هي معوقاته؟ المعوقات كثيرة، سأركز على بعض منها. أولا تطور الاحتكار المركب، تطور الاحتكار المركب. الآن احنا عندنا احتكار مركب، احتكار تاع قطاع عام واحتكار تاع قطاع خاص، وتعاشت الاشتراكية مع الاحتكار، معناها مش من النظام. دوك نشوف لك انت لما تلقى القطاع الخاص هو عايش من عند الدولة، الدولة انخفضت إيراداتها فشل القطاع الخاص، أين هو القطاع الخاص؟ إذن احتكار مركب. المسألة الثانية هي الدعم المعمم المباشر وغير المباشر وانعكاساته، لأنه ارتبط بمشكلات كثيرة، وأصبح القطاع الخاص ولا القطاع العام يعمل في محيط تنافسي حتى يبرز قدراته وجهوده وجودته. ثم التهرب والهدر والتهريب، تهرب على كافة المستويات، صادرات الواردات سواء الصادرات بتضخيم الواردات، تضخيم فواتير الواردات، والآن الواردات الصادرات بتصغير الفواتير، كارثة جديدة. والتهريب شيخ صالحي، نعم استاذ. ثم التهريب المتعدد الأشكال والتسيير الإداري الريعي للاقتصاد. ثم خامسا تطور أشكال الفساد، وسادسا غياب نظام للاستغلال الرشيد للموارد الزراعية. أراني في الأخير يعني استراتيجية تحقيق الأمن الغذائي المستدام في الاقتصاد الجزائري، ما هي هذه الخصائص التي تتميز بهذه الاستراتيجية ومحاورها والتحولات التي يمكن أن تترتب عن طريقها؟ ممكن نلاحظ الخصائص التالية: وضع منظومة للسياسات والإجراءات ضمن رؤية شاملة بعيد المدى، تحقيق الأمن الغذائي على المستوى الوطني واكتساب حصة على المستوى الإقليمي والدولي، ثم ضمان ترابط القطاعات والسياسات وتكامل الاحتياجات. المحاور الاستراتيجية التالية بعد التأكيد على العنصر الكبير المهم تأهيل وتوظيف الموارد البشرية، بناء الاقتصاد الوطني على أسس صحيحة، إعادة
إعادة هيكلة نظام استخدام عوامل التنمية الزراعية. ممكن أعطي مثال بعدين صغير، تطوير صيغة التمويل وسالب الاستثمار في الاقتصاد القطاع الصناعي، ربط النظام الإنتاجي التوزيعي بأبعاد الأمن الغذائي، استخدام التكنولوجيات الملائمة المتعددة، وضع ضوابط توجيهية لترشيد السلوك الاستهلاكي، ونظام جديد لتنظيم حلقات النشاط التجاري والتسويقي على خلاف ما حدث من مشكلات، تطوير نظم الحماية الأمنية والتكل والذكية الاقتصادية التشاركي. هذا يعني سوف يتحقق لنا اقتصاد تمويل تشاركي لهرم الأمن الغذائي، الاستثمار المرتبط بالاقتصاد الحقيقي والأمن الاقتصادي، الإنتاج في دائرة أولويات الأمن الغذائي، توزيع العادل للثروات والمداخل لتحقيق التمكين الغذائي، النمط استهلاك صحي مرتبط بتغطية احتياجات الأمن الغذائي. والخلاصة في الأخير يمكن أن أقول مين أن تعدد أبعاد الأمن الغذائي المستدام ومستويات تحقيقه وترابط قطاعاته واختصاصاته ومنظومة سياساته، الأزمة العالمية والإقليمية والمحلية في السنوات الأخيرة أثرت على مستويات تحقيق الأمن الغذائي المستدام في الجزائر، الوضعية الحالية والتطور المستقبلي للاحتياجات الأساسية في الجزائر تستدعي بناء استراتيجية متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام في إطار رؤية بعيدة المدى، المكانة الجيوستراتيجية للاقتصاد الجزائري وحجم موارده وأهمية ثرواته تؤكد على القدرة على تحقيق الأمن الغذائي على المستوى الوطني واكتساب حصة في على المستوى الاقتصادي الإقليمي والدولي، الوضع الحالي يتطلب تغيير نظام استغلال الموارد الزراعية بإلغاء نظام الاستدام. الآن هناك طابور بين أملاك الدولة وبين الفلاحين، هذا الطابور إذا قسنا، نعطيكم رقم برك، إذا قسنا الزراعات المغطاة في البيوت البلاستيكية هكتار واحد ممكن يحصل منه واحد مستثمر في الإضافة العليا على 80 مليون، وهو يأجره بمليون أو 2 مليون أو 3 مليون، يعني تقريبا 80 ضعف أو 40 ضعف. لذلك أنا قلت إلغاء هذا النظام المجحف حتى تعود الأرض للأمة وتخصص في إطار الأسس الاقتصادية والتقييم والاستغلال والاستفادة، إنشاء هذا مسألة مهمة، إنشاء صندوق سيادي استثماري، راني في الأخير سيد الرئيس، إنشاء صندوق سيادي استثماري لتحقيق الأمن الغذائي موارده السنوية لا تقل، يعني نقول لا تقل على 2.5 إلى 3.5 مليار دولار عن طريق طرح صكوك الإيجار السنوية، وهذا تدوير موارده الاستثمارية في القطاع الزراعي والقطاع الصناعي والخدمي المرتبط بالأمن الغذائي المستدام. ثم أخيرا مراجعة شاملة لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لإعادة التوازن في المصالح الذي يطور الشراكات الاستثمارية الإنتاجية لتجسيد استراتيجية الأمن الغذائي المستدام في الاقتصاد الجزائري في إطار رؤية الجزائر في 50، هذه الجزائر الخضراء التي تشمل كل الموارد وكل الموارد، ولا توجد فيها مناطق ظل، ولا توجد فيها مساحات فارغة، كلها استثمارات وتعتبر أكبر قطب جذب، ولكن هذه تواجه تحديات لأن أوروبا تريد أن تسوق لمنتجاتها الجزائر والدول الأخرى كلها، تحديات تستدعي تضافر الجهود لأرجعها بهذه الصورة، وبذلك تتحقق السيادة على المدى الطويل ويتحقق الأمن الغذائي على المدى المتوسط الطويل. وشكرا لكم وبارك الله فيكم. شكرا أستاذنا الدكتور صالح صالح على هذه المداخلة القيمة، ونعتذر يعني قيد الوقت، يعني المداخلات يعني مثل هذه تحتاج ربما وقت أطول، ولكن نظرا لظروف الوقت ويعني متطلبات تسيير هذه اللجان نعتذر للأستاذ ونشكره على هذه المداخلة التي حاول أن يغطي فيها جوانب مهمة مرتبطة بالأمن المستدام، الأمن الغذائي المستدام، وأبعاد الأمن الغذائي المستدام، وكذلك التركيز على استراتيجية تحقيق الأمن الغذائي المستدام في الجزائر، ما تقديم جملة من يعني التوصيات والأراء التي ربما من شأنها أن تدفع بتحسين مستويات الأمن الغذائي المستدام في الجزائر.
إذن أحيل الكلمة مباشرة الآن إلى المتدخل الثاني الأستاذ الدكتور أحمد صالح من جامعة دمشق من سوريا، ليتفضل. مشكورا. الأستاذ أحمد صالح. أستاذ بن منصور، الأستاذ أحمد صالح من المفروض غير موجود معنا. إذن أحيل الكلمة مباشرة للمتدخل الموالي الأستاذة الدكتورة أمينة ميخالفي من جامعة ورقلة. تفضل أستاذة. شكرا سيدي الرئيس. إذا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا قبل بادئ البدء في عرض يعني لا بريزونطاسيون، أود أن أشكر أعضاء اللجنة اللي قامت بهذا التنظيم الرائع، يعني وهذا يشرفني، يعني لأعضاء لجنة جامعة محمد البشير إبراهيمي لبرج باجي مختار، برج باجي بوعريج عفوا، وعلى رأسهم إذا رئيس مدير الجامعة وعميد الكلية ورئيس الملتقى مسيو قايدي. دونك جو فولي لو فيليسيتي سور سون بروفيسيوناليزم. دونك كأستاذة أنا كنت سابقا أول مديرة معهد للتكنولوجيا اللي عنده لو بوت ديالو سيتي لا فورماسيون بروفيسيونيل إيسو دون كوبيراسيون ألجيرو فرونسيز. دونك من ناحية المناهجية يعني ما شاء الله، وكل أعضاء اللجنة التنظيمية، مديرة المخبر أمال شوتري، وأعضاء اللجنة العلمية زميلتي فاطمة حاجي، وأستاذة أمينة بن خزناجي، ووفاء شماني، وسهيلة قطاف. إذن المداخلة ديالي دونك الغونتر تأتي من آخر لمداخلة الأستاذ اللي قدم المداخلة اللي هو أستاذ صالح صالحي، يعني تأتي في الأخير. دونك جو في فير لو بارتاج دونك دابري سكو ما اكسبيكي très bien. Alors المداخلة تكون يعني المداخلة ديالي هي عبارة عن une continuité de المداخلة de monsieur Saleh Salhi. Donc notre présentation va être intitulée donc développement de la production des énergies renouvelables en Algérie à travers le partenariat في إطار إذا الملتقى الدولي الافتراضي دور المناطق الصناعية في تحقيق الأمن الغذائي التشاركي. إذا نحن نعلم أنه لا يمكن أن نؤمن الأمن الغذائي بدون الأمن الطاقوي. إذا في هذا الإطار تأتي المداخلة على هذا الشكل. Alors, nous avons le plan introduction, problématique, méthodologie, discussion, résultat, ainsi que conclusion et recommandation. Alors, comme introduction, ce que nous pouvons dire, les investissements dans le monde des énergies renouvelables ont connu une augmentation remarquable durant ce siècle, c'est-à-dire le 21e. Ils ont atteint plus de 280 milliards de dollars en 2018, avec 90 de participation du secteur privé. La participation de la production a augmenté à 176 gigawatts en l'an 2019. Donc cette transition vise à, d'une part, réduire la dépendance aux ressources fossiles, limiter le changement climatique, limiter les émissions de carbone dont 80% sont dues à l'énergie fossile. L'Algérie cherche à réduire la production de carbone, d'autant qu'elle est un acteur stratégique dans la production d'énergie fossile, soit gazière ou pétrolière, avec une production de 1,1 million de barils jour. Elle a connu aussi l'Algérie une crise économique depuis 2014, en raison de la baisse du prix du pétrole, où le déficit budgétaire a atteint plus de 20% du PIB en 2015. L'Algérie aussi a connu une augmentation du besoin moyen en électricité de 6% en 2016 par rapport à l'année précédente. Et donc, nous avons aussi, j'arrive pas à maîtriser. Donc, malgré l'augmentation du prix de pétrole à plus de 100 dollars récemment dû à la crise de la Russie et l'Ukraine, يعني مؤخرا رانا نشوفوا بلي اسعار البترول راهي ارتفعت. Ceci a donné la tendance à la transition aux énergies renouvelables devenue une option stratégique, c'est-à-dire darurat annana nadhhab ila tahawul ila al-taqa al-mutajaddida. Hada min jiha. D'un autre côté, l'Algérie possède un des plus grands champs solaires au monde non exploité, car le pourcentage d'électricité via l'énergie renouvelable est inférieur à 1%. Le financement et le savoir-faire de la technologie restent le souci majeur pour assurer la transition énergétique. La période de 1993 à 2000 a connu une baisse des contrats de partenariat dans le domaine de l'énergie, produit de nombreux amendements juridiques pour ouvrir la voie aux investissements, la loi 0705. Donc, de ce fait, l'Algérie s'est fixé un objectif, c'est de promouvoir le développement de la production de l'énergie renouvelable à travers un dispositif qui est le partenariat, que ce soit public ou privé.
Et de ce fait, nous avons donc, et afin de comprendre l'apport du partenariat dans le développement de la production des énergies renouvelables, nous allons poser la question et la problématique principale qui est dans quelle mesure le partenariat public-privé, PPP, contribue-t-il au développement de la production des énergies renouvelables? Et cela à travers la question secondaire, quelles sont les capacités de l'Algérie en ressources humaines? Quels sont les mécanismes incitatifs adoptés pour l'Algérie dans ce domaine du développement des énergies renouvelables? Et enfin, quel est l'apport du partenariat dans la production d'énergie concernant la création d'institutions et entreprises publiques privées nationales ou internationales? La méthodologie de travail. En fait, ce document, cette recherche, elle s'est basée sur un groupe d'articles de rapports nationaux et internationaux, tels que IRENA, CDER, le ministère de l'Énergie, ainsi que le site web national et international de nombreuses institutions telles que Condor, UNIS, Sonatrach et Sonalgaz. Nous avons partagé cette étude en trois parties. La première, elle va développer la capacité de l'Algérie en ressources énergétiques renouvelables. La seconde, elle va évoquer les mécanismes incitatifs adoptés par l'Algérie dans le domaine du développement via les quatre dispositifs, cadres juridiques, programmes, financement, appel d'offres. Et le dernier, enfin, on va évoquer l'état des lieux du partenariat, c'est-à-dire on va voir sur le fait quels ont été les différents partenariats publics-privés dans le marché de l'énergie renouvelable. Donc, première partie, capacité de l'énergie. En fait, je vais développer, je ne vais pas citer les statistiques parce qu'elles figurent dans la version papier. Donc, nous avons dit que nous allons évoquer au début les capacités de l'Algérie en ressources énergétiques. Donc, la première capacité, c'est le potentiel énergétique solaire. Nous avons en face de vous la carte géographique d'où l'Algérie, c'est un pays très ensoleillé, dont l'ensemble particulièrement dans la partie sud qui représente 70%. Nous avons la puissance solaire est estimée à 169 440 TWh. C'est-à-dire, c'est un chiffre assez considérable. Le deuxième potentiel, c'est le potentiel éolien. Donc, notre première expérience de connexion éolienne était en 1957, c'est-à-dire la période où le colonialisme algérien. Quand nous regardons ici dans la carte géographique, le sud-ouest est considéré comme le meilleur emplacement de vent pour l'Algérie, c'est-à-dire la région d'Adrar. Nous avons le deuxième potentiel géothermique, la carte géographique côté droit. Donc, ils sont focalisés dans le nord de l'Algérie, particulièrement dans le sud-est de l'Algérie, côté Hammam Galma et Biskra, d'où les températures les plus élevées enregistrées sont respectivement 98 degrés et 118 degrés. Le potentiel énergétique biomasse, Il est essentiellement focalisé dans les déchets solides, représente la meilleure source de potentiel de biomasse dans le pays. Sa production dépasse les 10 millions de tonnes par an, mais ça reste un potentiel très minime. Nous avons enfin le dernier potentiel énergétique qui est hydraulique. Le potentiel hydraulique, c'est-à-dire qui consiste dans le barrage. Donc, il figure dans le nord et le centre de l'Algérie, où la CDER a recensé 130 barrages dans 50 en état de fonctionnement, la part de ces parts de production de petite taille est d'environ 5%. La capacité totale de 13 d'entre eux est de 208 MW. C'est-à-dire, on récapitule, qu'il y a un notaqat al-mutajadid al-jazaïr, l'adayha, yani imkaniyat la-ba'sa biha, ou anno l'amn al-ghidaï la yakoun illa fi an tariq l'amant, la bud an yan nuhakik l'amn al-taqawi. Namour ila nokta tanya, qui est le mécanisme incitatif adopté par l'Algérie. En fait, le gouvernement algérien, d'abord, il a libellé le cadre légal et juridique du marché de l'énergie renouvelable que vous voyez ici en face dans le tableau. Wintadhar al-Hadid, donc il y a plusieurs lois et décrets qui travaillent le marché de l'énergie renouvelable, elles développent le marché de l'énergie renouvelable. Nous allons citer juste quelques-uns, qui est le dernier, qui a été fait en 2015, qui parle de, donc numéro 319-15, l'instauration de la taxe d'efficacité énergétique, qui contribue à l'amélioration du Fonds national de maîtrise des énergies renouvelables de la cogénération. Deuxième mécanisme, c'est les programmes. En fait, en 2011, l'Algérie a lancé le premier programme national des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, puis réajusté en 2015. Donc, voir la figure. Nous avons donc en face de nous une figure qui stipule quels sont le programme de 2015 à 2030 de la production de l'énergie renouvelable. Elle est partagée en deux étapes. La première, cette phase,
voit la réalisation d'une puissance de 410 MW entre photovoltaïque et éolien et 415 MW entre biomasse et cogénération géothermique. Deuxième phase a pour but de développer l'interconnexion électrique entre le Nord et le Sahara, permettra l'installation de grandes centrales d'énergie à Ain Salah, Adrar, Timimoun, Bachar et leur intégration dans le système énergétique national. Le troisième mécanisme qui est le financement. Donc le financement, l'Algérie a également mis en place des incitations à produire de l'électricité à partir de centrales d'énergie renouvelable, y compris des tarifs de rachat comme la loi 2514 de 2004. Cette dernière inclut le prix d'achat des énergies renouvelables par l'investisseur qui les produit en fonction de type de technologie investie. Et là, nous avons le tableau en face. Now, ce qu'on peut voir, c'est que l'Algérie a motivé les investisseurs étrangers et locaux à investir dans la production des énergies renouvelables. On a le tableau, la contribution de la production d'énergie solaire. Si on prend le premier cas, 25%, celui qui produit 25%, il aura un bonus accordé du prix d'achat de 200% par kilowatt. Nous passons à la page 14. Donc, nous avons dit, donc la page 14, le quatrième dispositif pour l'incitation au développement de l'énergie renouvelable, qui est l'appel d'offres et enchères. Donc, l'Algérie a publié plusieurs décrets juridiques pour encourager la concurrence en soumettant des offres et d'appels d'offres aux investisseurs locaux et étrangers. Le contrat pour les projets énergétiques entre les producteurs et les investisseurs privés a été fixé à 20 ans à compter de la date d'exploitation. Alors, ce genre de type de contrat, en fait, d'appel d'offres, nous avons appel d'offres aux investisseurs et les appels d'offres aux enchères. Nous prenons à titre d'exemple le premier, c'est-à-dire l'appel d'offres aux investisseurs. Ce dernier comprend deux volets. Le premier est lié à l'énergie qui comprend fourniture d'équipements, conception, commercialisation et de l'électricité avec un pourcentage de 49,51. Le deuxième volet, il comprend des projets industriels qui concernent la fabrication d'équipements ou la fourniture d'équipements renouvelables. Ça, c'était le quatrième mécanisme des moyens comment développer le marché de l'énergie renouvelable. Venons maintenant à l'État, dans le partenariat public-privé des énergies renouvelables. D'abord, nous allons le partager en trois. Le premier, il va évoquer l'apport du partenariat national public-privé. Le second, ce sera international. Et le troisième, ce sera les obstacles. Et enfin, la conclusion. Donc, ce que nous pouvons dire sur l'analyse de l'apport du partenariat national public-privé. L'Algérie a apporté de nombreux amendements en loi sur le partenariat que nous avons cités auparavant, qui ont ouvert la voie aux entreprises nationales pour s'engager dans les activités d'énergie, telles que Condor, l'Erahi, Fulbourg, Jantcom. Le marché a vu naître la nouvelle institution issue de partenariats entre les secteurs privés et publics comme NEAL. Nous résumons donc ces différents partenariats nationaux dans ce qui suit. Donc, il y a eu la création de NEAL. Premier, c'était la création de NEAL en 2002. Sa mission, qui a été créée entre Sonatrach, Sonalgaz et CIM, sa mission est de la promotion de développement d'énergie renouvelable, promouvoir le photovoltaïque en commercialisant des niches de marché au sud, promouvoir des projets coopératifs de recherche solaire dans le cadre d'un partenariat. Le second, la création de l'entreprise EDIELEC en 2012, avec un investissement de 1,5 milliard d'euros. Cette société a ouvert un projet de fabrication de 150 panneaux photovoltaïques par jour. Elle vise à produire des lampadaires équipés de petites éoliennes. Nous passons au diapo donc 17. Nous avons trois, l'investissement de Condor en 2012, donc qui a investi plus de 950 millions de dinars dans un projet à Borj-Boreridge. Ce groupe industriel privé algérien produit des panneaux photovoltaïques dont la puissance peut varier entre 60 watts, 70 watts, 28 watts. Elle emploie plus de 200 personnes avec une capacité de production de 50 MW par an. Quatrième entreprise, la création, donc ce partenariat Hedj Sharaka fait état les taqat al-mutajaddida à l'état l'mu'assasat al-watania ou l'mu'assasat privée. Elle a aussi créé une entreprise qui est Uni Solaire en 2013. Elle a investi Uni plus de 2 milliards de dinars dans le projet complexe électronique Sidi Blabes. Elle emploie plus de 100 personnes. Capacité de fabrication de panneaux et cellules solaires 25 MW. Enfin, nous avons les deux, nos cinquième et sixième, la participation, c'est-à-dire la composition entre Al Solaire et la compagnie voltaïque Al PV a donné la création d'une unité à Tlemcen en 2011. Cette unité a pour but de produire des panneaux photovoltaïques
pour diverses utilisations dans la vie pratique, telles que l'éclairage, le chauffe-eau solaire et les pompes à eau. La capacité optimale est de 70 MW. Le dernier, qui est à Ouergla, qui est la compagnie Zirgun Green Energy. La société Zirgun Green Energy est située à Ouergla. S'est lancée également en 2020 la production de panneaux solaires photovoltaïques estimée à 450 MW. D'autres entreprises participent également à la production d'accessoires et d'équipements. Oui. Alors, le partenariat, nous avons le partenariat, Partenariat, nous avons le partenariat international, c'est-à-dire Sharaka bin al-Jazair wa Sharikat al-Ajnabiya. Nous avons le partenariat algéro-espagnol, le partenariat algéro-espagnol. Il y a eu la création de la centrale hybride de Hassirmel en 2011 avec quatre compagnies, Sonatrach, ABNR, Nil et Cofides. Nous avons la coopération aussi avec l'Espagnol qui a créé HCDES. Sa mission, c'est de mettre en valeur les zones stépiques et pastorales. Donc, je passe. Nous avons donc l'association entre Condor et French Company qui a eu la création Ores Solaire à Betna. Donc, son but, c'est la fabrication de panneaux solaires photovoltaïques. Partenariat algéro-italien entre Sonatrach et Uni qui a donné la création de la centrale solaire à Birra Bera Ouergla. Et la dernière, c'est la compagnie, partenariat algéro-allemand qui a donné la création de Ruiba Éclairage entre Sonalgrac et groupe allemand Centroterm. Les obstacles. Quels sont les obstacles du partenariat? 1. Dominance financière de l'investissement des énergies fossiles par rapport aux énergies renouvelables. La politique énergétique en Algérie est centrée sur la Sonatrach, une contrainte pour les investisseurs étrangers. 3. Manque de clarté dans la politique économique, dans sa mise en œuvre. Cela a induit des erreurs et des estimations incorrectes telles que la correction du programme 2011. 4. La bureaucratie et les problèmes administratifs. 5. Manque d'infrastructures et de spécialistes en ressources humaines qui contribuent à la véritable industrie. Conclusion, ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons constaté qu'il y a un climat d'investissement d'énergie renouvelable en Algérie, démontré par le potentiel et les mécanismes, a permis l'ouverture du partenariat public-privé local ou étranger. Donc, par la naissance aussi de nombreux projets tels que la station Hassirmel, qui est l'un des projets les plus importants sur le continent africain. 2. Le partenariat national et international a permis le lancement de nombreuses institutions, spécialisées dans l'installation de la production d'équipements tels que Eduelec et Néal, ainsi que l'augmentation de la compétitivité de nombreuses entreprises telles que Condor. Cependant, ce partenariat reste faible et centralisé essentiellement dans la production de l'énergie solaire, dû au manque d'expérience dans l'étude de faisabilité et de mise en œuvre des projets représentés ainsi moins de 1% dans le mix énergétique. Dernier slide, conclusion. Donc, ce qu'on pouvait en dire, c'est que le dispositif partenariat public-privé reste le moyen le plus efficace pour atteindre les objectifs nationaux. L'Algérie, elle a atteint ses objectifs de 2011-2018. Il y a eu création de plus de 700 emplois, augmentation de la capacité totale d'investissement de 2,3, production d'électricité plus de 98 mégawatts. L'objectif futur, c'est de réduire les émissions de CO2 à 4,2. Création plus de 80 000 emplois, réduire la consommation d'énergie fossile de 9% d'ici 2030. Recommandation, mise en œuvre réelle de projets activation de dialogue du partenariat. La loi 51-49, il va falloir la changer à une loi qui peut attracter les investisseurs étrangers. L'Algérie devrait exploiter davantage l'expérience des pays tels que l'Allemagne et l'Espagne. Fournir de plus de facilités en termes de procédures administratives, qui est la numérisation des données. Et en dernier, établir un soutien financier clair et fournir l'infrastructure nécessaire pour créer un financement industriel captivant des investisseurs étrangers. Et merci pour votre attention. Shukran Ustada Mikhail fi Amina min Jami'at Ouergla ala hadhihi al-mudakhala al-jidd qima al-haqiqa bi al-ma'lumat al-mu'tayat min waqi' al-taqa al-mutajaddida fi al-Jazair. Tanawalat في الحقيقة مداخلة مهمة حول تطوير إنتاج الطاقات المتجددة في الجزائر عبر الشراكة الواقع والأفاق قدم وقسمتها إلى ثلاث محاور أساسية تحدث عن قدرات الجزائر في مجال الطاقة تحدثت كذلك عن ميكانيزمات تطوير
الطاقات المتجددة في الجزائر، ووضعتنا في الصورة حول الشراكة المحلية والأجنبية في مجال الطاقة بالنسبة للجزائر، وتوصلت إلى مجموعة من النتائج وأعطتنا مجموعة من التوصيات التي يمكن أنها يعني تساعد في دعم هذا القطاع وتثمينه وجعله أكثر إسهاما في تحقيق الأمن الغذائي. هناك طبعا بعض التساؤلات سوف نرجع إليها إن شاء الله في المناقشة لاحقا. أحيل الكلمة مباشرة إلى الدكتور محمد سريحي مجلس العربي للإبداع والابتكار المملكة العربية السعودية، فليتفضل. مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم أخواني الأحباء، وما زلنا في أيام مباركة، كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك. أشكرك دكتور موسى وأيضا دكتور مولودي والدكتور قايدي وأختنا الكريمة الدكتورة أمال شوتر على الدعوة الجميلة ذي للملتقى الدولي الافتراضي حول المناطق الصناعية في تحقيق الأمن الغذائي. وإذا أشارك معكم من جانب الاهتمام بجزئية الإبداع والابتكار، كيف لا، وهو جزء مهم في صناعة الأمن الغذائي المستدام. لن أطيل عليكم، سوف تكون هي عبارة عن ومضات، لأنني أنا موجود بين أقامات في الاقتصاد الغذائي وفي الزراعة وفي أمور أكثر مني دراية، ولكن أنا سوف أكون في جانب الاهتمام بالإبداع. فإذا تحدثنا عن أربع محاور: الإبداع والابتكار، الاقتصاد الأخضر، الأمن الغذائي، كيف نحقق الأمن الغذائي عبر الإبداع والابتكار. دوما نتحدث عن الإبداع والابتكار. ما هو الإبداع؟ هو بتعريف بسيط الخروج بأفكار مفيدة وجريئة غير مألوفة أو تقليدية تحاكي استشراف المستقبل. وطبعا وضعنا والاهتمام بجانب الأمن الغذائي أعتقد هو يعتبر من أهم القضايا الشائكة، حيث جميعنا نرى كيف الآن العالم تأثر بالحروب الطرفية ما بين روسيا وما بين بوتين، حيث هم يعتبروا سلة للأسف الغذاء بالذات بالقمح للعالم. لذلك لابد أن جميعنا نأتي بأفكار مفيدة لهذا الجانب، الجانب الأول هو الأمن الغذائي. الابتكار وسيلة لإيجاد حلول جيدة للتحديات، وهذا أيضا الآن نحن نضع أنفسنا أو وضعنا بتحديات، لأن لم تسلم منها دولنا العربية أو الوطن أو العالم بأسره من هذه الأمور، سواء من الجوانب البترولية أو غيرها، الطاقة أو، ولكن نحن نتحدث عن جزئية مهمة ألا وهو الغذاء. فالأفكار الإبداعية دوما هي التي تساهم في انتشال الدول وإعادتها إلى منطقة الاتزان أو إلى منطقة التوسط. فإذا تحدثنا عن ذلك يجب أن نتحدث عن كيفية دمج التكنولوجيا، دمج الأمور الأمنية، الاقتصاد، المناخ، التعليم، جميع هذه الأمور يكون دور مهم ومفصلي للإبداع والابتكار في أن ينتشل كثير من الدول، ونرى دول انتشلها من ضائقة الفقر في دول آسيا مثل سنغافورة وغيرها، إنهم اتجهوا للعلم والمعرفة والابتداع الإبداع و الاستغلال الاقتصادي المعرفي. فإذا تحدثنا أيضا عن المحور الآخر، الاقتصاد الأخضر، ألا وهو اقتصاد يهدف إلى الحد من المخاطر البيئية وإلى تحقيق التنمية المستدامة دون أن تؤدي إلى حالة من التدهور البيئي، وهو يرتبط بشكل وثيق بالاقتصاد الإيكولوجي، لكنه يتمتع أيضا بتركيز أقوى من الناحية السياسية. إذن لدينا اقتصاد أخضر، إذن هناك عدد من الأمور التي من خلالها يأتي هذا الاقتصاد الأخضر، ألا وهو تعزيز التنافسية الاقتصادية، خلق فرص عمل وجذب استثمارات. النقطة المهمة لدينا ألا وهو دعم الابتكار والمعرفة، جودة حياة عالية، تخفيض الآثار السلبية على البيئة، وهو ما الآن نحن بصدده الآن في كوسوفا لمؤتمر كيف نحمي كوكبنا من التلوثات والتقليل من نسبة الكربون الذي هو يدمر معظم المسطحات الخضراء التي بدورها سوف تأثر على الاقتصاد الغذائي أو الاقتصاد الأخضر. كفاءة إدارة الموارد هذه أهم عناصر بالنسبة للاقتصاد الأخضر. أيضا الاهتمام بالبيئة، البيئة متى ما حفظنا عليها سوف تعطينا ونستمر للأجيال، لأن هذه أمانة ونحن سوف نحاول أن نخلفها للأجيال بعدنا، لا ندمرها ونعطيهم تلك الكوكب بأثار، لأنه كلنا جميعا شركاء على هذا الكوكب، كلنا شركاء بحسن استخدام الموارد، وكيف لا نقلل الهدر من الموارد بحسن استخدام الأدوات والتقنيات والتكنولوجيا التي ترفع من
نسبة جودة حياتنا وبنفس الوقت تقلل من الهدر. تقليل نسبة الغاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء هو جزء مهم في استمرار الحياة، لأنه بهذا الجانب كلما أقللنا من أكسيد الكربون طبعا قللنا من التلوث، قللنا من المشاكل التي تؤثر في البيئة أو في غلاف البيئة التي نعيش فيها. أيضا حماية التنوعات البيولوجية والنظم الإيكولوجية هذا جزء مهم من الحفاظ على نسبة أو متدنية أو أن نصل، ومن كثير من الدول تحاول أن تصل إلى الحد الحيادي أو إلى تقليل الكربون اللي تكون حياة أنظف، وهذا لابد بعنصر آخر، ونحن للأسف في دولنا العربية نعتمد عليه أو بمعظمنا، ألا وهو النفط الأحفوري. إذن لابد من إيجاد البدائل الاقتصادية التي تقلل من استخدام النفط الأحفوري، وبنفس الوقت استخدام البدائل المتاحة من طاقة شمسية أو هوائية أو غيره لإيجاد بيئة صالحة ليس ملوثة تساهم في استزياد أو الاستزراع في المناطق التي نمتلكها وهي مناطق شاسعة ولكن غير مفعلة. أيضا تحقيق استخدام الأمثل للطاقة والموارد كما ذكرنا والبدائل العديدة، كلما قللنا من استهلاك النفط الأحفوري أو الطاقة الأحفورية نقلل أو نزيد من استخدام الطاقة البديلة. تحقيق التنمية المستدامة هو عنصر مهم من عناصر الاقتصاد الأخضر، وهو أن يكون اكتفاء، وطبعا لن نصل للأمن الغذائي إلا لم نكن بمرحلة اكتفاء بذلك. القضاء على الفقر في المجتمعات هذا من أهم عناصر الاقتصاد الأخضر، ونرى العديد من الدول وبالذات قد تكون في دول أفريقية أنها تمتلك العديد من الموارد المتاحة، ولكن قد يكون سوء استخدامها بأمور سياسية أو اقتصادية أو بجهل فتدمر بذلك وتكون مبيعة والمستوى المطالب به عالميا. الأمن الغذائي وهو محورنا، وهو يعني إنتاج الغذاء داخل الدولة الواحدة بما يعادل أو يفوق الطلب المحلي. دوما رجال الاقتصاد كما ذكر الأخوان الكرام الأساتذة قبلي أن هناك عمليات إحصائية، كم المواطن أو الفرد يحتاج من ماء وغذاء الدول، لذلك هناك عدد من الأمور اللي هي تكون نصل بها إلى درجة الأمن في الغذاء وفرات المصادر المائية وفرات عدد الهدر، لأن المصادر المائية هي التي تستخدم في الزراعة، فإذا كان هناك زراعة بدون بعضها بدون تربة بالماء فقط وإعادة الماء في تكرير، أيضا بعض الزراعات تعتمد على تكثيف البخار الماء، تعتمد على العديد من الأمور الأخرى، إذا ابتكار العديد والعديد من المصادر التي تكون جزء من الماء، أيضا استزراع الأماكن التي تكون على شواطئ البحار، والآن العديد من الدول أصبحت تستخدم شواطئ البحار بتقنية معينة أو بأمور علمية حديثة أن تستطيع أن تزرع تلك المناطق التي كانت هي عبارة عن صبخات أو عبارة عن أراضي تكون فيها نسبة الملوحة عالية. وفرة الموارد البشرية، العديد من الدول قد يكون لديها الوفرة من الموارد البشرية ولكن لسوء الاستفادة منها الاستفادة العظمى قد تدمر تلك المشاريع الزراعية لعدم وجود تقنية، لعدم وجود معرفة، لعدم وجود دراية أو تدريب في ممارسة الطرق العلمية للاستزراع بأسلوب زراعي على مستوى عالي. أيضا وفرة الأراضي الزراعية والمراعي، بعض الدول لديها العديد من المراعي ولكن هناك الاستخدام الجائر من راعي أو من استجادة الغابات، وما في دولة ماليزيا فكان كلما، لأن دول ماليزيا من الدولة التي يأخذ من الدولة والدولة هي المسؤولة عن الغابات، شجرة واحدة يزرع بالمقابل 5 شجرات ولها عمر افتراضي وتلك لهم عملية حسابية. إذن هناك في عدم هدر في الغابات، لأنه لا نقول نحتاج الغابات، لا نحتاج لصناعة الأخشاب أو ما شابه ذلك. وفرة الثروة الحيوانية، عديد من دولنا العربية لديها مساحات شاسعة ولديها أيضا سهول خضبة، ولكن نعاني من ارتفاع التكلفة في الثروة الحيوانية. لماذا؟ لأنه أيضا ليس هناك أسلوب أمثل للتربية، رغم بعض الدول قد تدعم هذا الجانب، ولكن هناك أمور قد يكون عدم الاهتمام بجانب الثروة الحيوانية والاعتماد على للأسف
التوريد او الموارد التي تاتينا من الخارج. امتلاك التكنولوجيا الحديثه، لا توجد زراعه متقدمه او وفره غذائيه. اذا راينا دول قد تكون مساحتها كبلجيكا او هولندا او فنلندا، دول صغيره ولكن لديها اكتفاء ذاتي. اي نعم، قد يكون الطبيعه لديهم افضل من بعض دولنا العربيه، ولكن لديهم اشهر من السنه قد يكون غير مواتيه للزراعه، ولكن انهم دول تستخدم التكنولوجيا في السبل الزراعيه الحديثه. الان سوف نتحدث عن الطرق التكنولوجيه. كيف نحقق الامن الغذائي بالابداع والابتكار؟ نستطيع تحقيق الامن الغذائي بالاساليب الابداعيه. نشر اولا التوعيه بالمجتمع باهتمام بغرس القيم منذ الطفوله، بالاهتمام بعدم الهدر في الاشجار او الازهار او ما شابه ذلك، وهذه تعتبر قيم، وهذه قد يكون للاسف تنقصنا بعض الشيء. التحول الى الزراعه الذكيه باستخدام وانا هنا مستضيف مثلا يعني بعض الصور مثل الدرون. الان بعض الدول تستخدم درون باستكشاف ورسم مساحات المسطحات التي لا يستطيع الانسان في عالي الجبال او ما شابه ذلك. ايضا معرفة المناطق التي لا قدر الله يكون فيها أثر أو فيها بعض الأمور الغير مواتية للزراعة، وقد تكون مسطحات كبيرة وقد تكون مناطق وعرة. أيضا لدينا بعض منها جبال تكون تزرع فيها البنى في جنوب المملكة، فيستخدمون بعض الأمور بهذه لاستكشاف المناطق التي قد يكون فيها خلل أو لا قدر الله أمور شيء. استخدام بعض الشركات الزراعية وبعض المزارع الحديثة تعتمد على ريبوت في التنظيم، في الغرسات، في الشتلات، في العروم، طبعا اضافه الى مراكز العلميه التي تهتم بالبذور، ومثل المملكه تبنت خلال مبادره الان اللي هي السعوديه الخضراء، الشرق الاوسط الاخضر، بانشاء بنوك للجينات الزراعيه لكيف المحافظه عليها، كيف الاستفاده من تلك الجينات وادخال الهندسه الوراثيه بحيث لا تفقد الامور العضويه ولكن تحافظ على مقتدراتها بابتعادها عن بعض الأمراض لا قدر الله، الأوبئة التي قد تصيب تلك النباتات. أيضا تشجيع الاستثمارات الصديقة البيئية. الكثير منهم كان يدخل في مشاريع قد تكون تدمر البيئة، ولكن الآن أيضا أنا استشهد، اسمحوا لي، بعض الأمور في المملكة العربية السعودية. الآن لم يكن يزرع لدينا الزيتون، ولكن الآن الدولة دعمت بعض الشركات لدرجة أننا نصنع زيت الزيتون، أصبح موجود ومتوفر بالأسواق، ينافس الأسبانيا وغيره. ولكن هناك مزارع تحولت من مزارع بسيطة إلى صناعة زراعة تعدت المليون شتلة من الزيتون، فهذا طبعا للمستقبل. لن أذكر، رغم أنه هو جزء من الغذاء، الأمن الغذائي، هو الاستزراع في المنتجات البحرية، هذا أيضا أمر مهم. الكثير بدأ في بعض الدول عمل الاستزراع، أو بعض هناك المؤسسات المجتمع المدني تدعم هذا المجال لتكوين ايضا ثروه حيوانيه عبر الاستزراع في الاسماك وبعض انواعه. ايضا المشارك في احدث المعلومات، الممارسات في الابتكار، في التصنيع، في ايضا البيوت المحميه، هذه كلها جميعها عباره عن عناصر تزيد من الكفاءه في الانتاج الزراعي، وما يصلنا الى مستوى الأمن الغذائي والاطمئنان بأن الأوطان لا يكون بها اختلال أو لا قدر الله الاعتماد على الآخر. طبعا البعض منهم بدأ بالموائمة أو التوأمة ما بين الشركات الحكومية زي وزراء الزراعة أو هيئات الزراعة بعض الدول، وأيضا مع الشركات الخاصة الزراعية. وإحنا لدينا في المملكة أيضا عدد الآن الألبان شركتين أو ثلاثة شركات كبرى، المراعي، الصافي، نديك، لدرجة تصدر لمناطق عربية وجدت منها في دول الخليج تقريبا مكتفية عبرها، وأيضا في بعض الدول منها مصر قد أجد بعض المنتجات من شركات الألبان السعودية. فهذا أمر يعني يطمئن بأننا لدينا اكتفاء في بعض العناصر. إشراك وتمكين رواد الأعمال، وهو الأمر المهم الذي نحن نتطرق فيه، ألا هو المبتكرين الذين المفترض يعطون من حاضنات أعمال، من أبحاث، يساعدون. ولن نربط دوما، ليس شرطا أن يكون المبتكر هو مهندس زراعي أو باحث في الاقتصاد الزراعي، إنما قد يكون في مجال التكنولوجيا والمعلومات والمعرفة، ولكن لديه من الإبداع والابتكار طرق قد تؤدينا في هذه البيوت المحمية
او في العديد من الانظمه، كيف سقايه الماء بعدم هدره والعديد من الاساليب. طبعا المملكه العربيه السعوديه لن اطيل عليكم عملت عدد من المبادرات، بعضها محليه والبعض منها دوليه عربيه، الا وهي مبادره السعوديه الخضراء على انها تزرع على خلالها 10 مليار شجر من ضمن الاشجار المثمره كالنخل والزيتون. والان لدرجه بعض الجمعيات الخيريه التي تعتمد على امور ما نقول بها خدميه، ان تتصدق عن والديك فتتصدق اما بزراعه نخله او بزراعه زيتونه، ويعود ربحها او ما يدر منها مستقبلا للايتام. فهذه اصبحت شيء معتاد بصراحه عليه، ليس بمستغرب. طبعا مبادره الشرق الاوسط على ان المملكه العربيه تدعم الدول العربيه جميعها بالشرق الاوسط والمغرب العربي بالاساليب بالتقنيات بالتكنولوجيا قدر من المستطاع لزراعه وطن عربي اخضر، وهذا سوف يعود باذن الله علينا، وهذا ضمن اهم مكتسبات رؤيه 2030. سوف امر سريعا على التوصيات، الا وهو الاهتمام بالمبدعين والمبتكرين والاستفاده من أفكارهم في معالجة مشكلة النقل سواء الماء أو الثروة الحيوانية، سعيا للوصول إلى أساليب أكثر كفاءة وفعالية في مجال الأمن الغذائي، تفعيل دور استخدام طائرات بدون طيار والقمار الصناعية لتكون أداة شائعة بين المزارعين يستخدمون في مسح أراضيهم وتوليد بيانات حول المحاصيل، وذلك بمساعدة عدد من شركات التكنولوجية قد يكون. استخدام الأرض الحديثة بالري مثل حساسات المياه والتربة، استخدام حساسات قياس نسبة الرطوبة، وهذا ما قد يكون يوفر الهدر من المياه، لأن بعض التراب تكون نسبة الرطوبة قد يفودون فيها الأخوة الذين متخصصين في الزراعة وبالذات في التربة، لأن هناك نسبة النيتروجين وغيره. يكون الاهتمام بالتكنولوجيا في جانب الطقس يحيد المزارعين من الهدر في بعض المزروعات، قد يكون هناك ثلوج، قد يكون العديد من العوامل التغيرات المناخية، فما يدمر ونجد العديد من الزراعات قد تدمر لسبب مناخي. استخدام التطبيقات الحديثة وتوفر التكنولوجيا الزراعية عبر أحدث التقنيات، هذا مطلب. تطبيق فريم كونس حيث يستطيع المزارع اتخاذ التدابير المناسبة لتخفيف الأضرار والخسائر الممكنة. الاهتمام بإنشاء حاضنات أعمال ومراكز بحثية تستقبل أفكار المبدعين والمبتكرين حتى ولو اختفت مجالتهم، ولكن اتحدت اهتمامهم. كل شكر للأخوة الكرام، وأتمنى أن أكون لا أطيل، وأنا لست بصاحب متخصص، ولكن أيضا من ضمن أهم ما سوف أمر عليكم ألا وهو الاهتمام المركز العربي الذي نحن وأيضا مشكورين الأخوة الكرام بجامعة البشير إبراهيمي بمركز دعم الابتكار، هم شركاء معنا في المركز، وبالمركز كوكبة من المبدعين العرب في مجال الطاقة في مجال المياه تحت مظلة الاتحاد العربي. إن شاء الله في حال أي من احتاج من هذا سوف يكون هم مساندين في هذا الأمر. كل الشكر للأخوة الكرام على هذه الدعوة الكريمة. شكرا أستاذنا دكتور محمد شريحي على هذه المداخلة وعلى كل ما تفضلت به من يعني معارف ومعلومات مهمة، والكل متخصص في هذا المجال، لأن الأمن الغذائي وفي الحقيقة ليس حكرا على أي باحث، بل كل الباحثين كل في مجاله يمكنه أن يعني يدلو بدلوه ويقدم إسهامه، والإبداع والابتكار واحد من أهم ربما المجالات المحورية في تحقيق الأمن الغذائي وربما تطوير يعني أساليب تحقيقه. إذن الأستاذ محمد سريحي، دكتور محمد سريحي، مشكور على هذه المداخلة الذي تفضل من خلالها بتقديم يعني جملة من محاور تمحورت حول الإبداع والابتكار وكذلك الأمن الغذائي وما تتميز به بعض الدول العربية من مصادره المختلفة، كما كذلك ركز على كيفية تحقيق الأمن الغذائي عن طريق الإبداع والابتكار. قدم في نهاية جملة من التوصيات حول أساليب تفعيل الإبداع والابتكار في مجال تحقيق الأمن الغذائي. مشكور مرة أخرى، ربما سوف نرجع فيما بعد في المناقشة إلى إثراء النقاش حول بعض الجزئيات. الآن دون إطالة المفروض الكلمة تحال إلى الدكتور تحسين شعلة من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ولكن يبدو لي منذ لحظات أشار لي الهيئة يعني أشار لي الهيئة المنظمة أنه لم يلتحق بعد، لا أدري.
أو أنه عنده خلل معين تقني. الأستاذ دكتور تحسين شعلة، هل التحق بنا أم؟ أستاذ، هو الأستاذ تحسين شعلة عنده خلل تقني، راح نأجله المداخلة تاعه. عنده خلل؟ نعم. إذا سوف نؤجل مداخلة الدكتور تحسين شعلة إلى الجلسة المقبلة، حيث ربما يتم تصحيح أو تصليح الخلل الموجود. إذا بهذه المداخلات نكون قد ربما منحنا الفرصة لكل المتدخلين لإعطاء ربما أهم الأفكار التي جاءت بها مداخلاتهم، وسوف نفتح الآن النقاش أو المجال للنقاش لكل الحاضرين، لكل أساتذة وطلبة الدكتوراه وكل الحاضرين معنا، إذا كان طبعاً عندهم ربما أفكار معينة أو تساؤلات محددة لباحث بعينه أو لجملة الباحثين، فالباب مفتوح للنقاش. لا أدري إذا كان زملائي الأساتذة سجلوا عن طريق ربما جانب الدردشة بعض الأسئلة، يمكنهم يحولوها لي، وإلا في انتظار ذلك أنا ربما عندي سجلت ربما سؤالين وثلاثة حول نفتح بهم جلسة المناقشة هذه للأساتذة، بداية من الأستاذ دكتور صالحي صلح الذي تحدث عن الأمن الغذائي المستدام. ربما التساؤل الذي يطرح نفسه هنا بالنظر إلى ربما تزامن هذه مشكلة الأمن الغذائي الأخيرة أو الأزمة الأخيرة مع كذلك الأزمة الصحية الوبائية التي مر بها العالم في السنوات القليلة الأخيرة، وكذلك الأزمة الأمنية الحالية الراهنة في روسيا وأوكرانيا. السؤال هو، هل تعتبر مشكلة أو الأمن الغذائي الحالية اللي ربما أزمة في الجزائر وفي العديد من دول العالم هي نتاج هاتين الأزمتين، يعني الأزمة الصحية الوبائية التي عرفها العالم في الأونة الأخيرة أو الأزمة الأمنية الحالية، أم أن هذا الأمر هو يعني وضع عادي طبيعي اللي هو كما يسميه الاقتصاديون وضع لتصحيح لظروف اقتصادية غير عادية كما هو الحال في العديد من ربما الأزمات الماضية؟ قبل ما أمنح الكلمة للأستاذ، كذلك سؤال آخر للأستاذة ميخالفي أمينة التي تحدثت كثيراً عن يعني الشراكة في مجال الطاقات المتجددة. السؤال الأول هو يعني ما هي الهيئات أو المؤسسات التي تستهدف أو التي هي يعني مستهدفة في هذا المجال، في مجال الشراكة في هذا القطاع؟ وفي المقابل سؤال آخر، بالنظر إلى هذه يعني الحالات الكثيرة التي أشارت إليها الأستاذة فيما يخص الشراكة المحلية والأجنبية في قطاع الطاقات المتجددة في الجزائر، السؤال هو كيف ساهمت أو هل ساهمت هذه يعني الشراكات فعلا في تحقيق أو تحسين الأمن الغذائي المستدام في الجزائر؟ وإذا كان يعني فعلا كيف ذلك؟ السؤال الأخير بالنسبة للأستاذ محمد السريحي، تحدث طبعا عن الابتكار والإبداع وهو يعني أمر غير قابل يعني لربما يعني نفي، بل هو أمر حتمي، ولكن السؤال مطروح ربما في الوطن العربي مقابل بقية دول العالم هي فيما يخص تكلفة الإبداع والابتكار في مجال الأمن الغذائي. يعني تكلفة الإبداع والأمن في هذا المجال في الوطن العربي ربما مقبولة أو معقولة بالنظر إلى الدول الأخرى، أم فيه مشكلات في هذا الإبداع؟ لأن ما تكون يعني عقبات التكلفة حائلا دون تحقيق أهداف جوهرية بحورية كثيرة في العالم. إذن هذه ربما الأسئلة تاعي المتاحة عندي الآن، وهناك ربما بعض الأسئلة سوف أبدأ في تسجيلها حسب ورودها إلي. أحيل الكلمة إلى الأستاذ الدكتور صالحي صالح، تفضل أستاذ. طبعا شكرا على السؤال الهام، لأنه حتى لا يظن أحد أن الأمن الغذائي المشكلات الموجودة حاليا هي مرتبطة بهذه الأزمات. هذه الأزمات فاقمت المشكلة، لأنه أزمة انخفاض أسعار البترول وأزمة طاقوية وأزمة جائحة كورونا وما ترتب عليها من غلق، فهذه إذا أخذنا مثلا الجزائر أدت إلى ارتفاع تكاليف النقل البحري بنسبة 165% تقريبا
والجزائر تستورد مثلا من القمح من الارجنتين، تستورد من المانيا، تستورد من فرنسا الى غير ذلك. ولذلك الان مشكله الامن الغذائي هي مشكله سابقه لهذه الازمات ولكن تفاقمت. لماذا؟ لان هذه المشكله ترتبط باهداف التنميه المستدامه. هناك تقريبا 49 مقصد من مقاصد التنميه المستدامه التي تضم 169 مقصد، 16 هدف من أهداف التنمية المستدامة، 17 ذات صلة بالأمن الغذائي. والجزائر طبعا من الدول التي صادقت على هذا المخطط تاع الأمم المتحدة لسنة 2030، وبالتالي الأمن الغذائي يرتبط ارتباط كثيرا بأزمة التنمية بأهداف التنمية المستدامة. وهذه الأزمات أثرت، لأنه الآن منذ السابق الآن المفهوم أصبح يرتبط بالتوفر والقدرة الشرائية والقدرة على الحصول والتغذية التغطية الشاملة والتمكين والاستدامة. فلا نستطيع أن لذلك كاين أمن غذائي شكلي في بعض الدول وأمن غذائي حقيقي لما تعطي للناس الدخول التي تمكنهم من شراء احتياجاتهم واستمرار شرائها واستدامتها. هذا هو الفارق الجوهري بين النظرة التقليدية والنظرة الحديثة، مما يتطلب تبني استراتيجية كما قلت بالنسبة للجزائر، لأننا سنكون في بحلول سنة 2050 في حوالي 80 مليون جزائري. فلا يعقل أن تبقى سياسات جزئية تعالج القضايا والأزمات الظرفية. وشكرا. شكرا أستاذنا، شكرا على هذه الإضافات، هذه التوضيحات. نمر إلى الأستاذة ميخالفي. أستاذة، نعم. هناك سؤال آخر وصلني وجه لك حول صياغته، يعني المتدخل يقول: ألا ترين أن الشراكة في مجال الطاقات المتجددة ستكون نفس السيناريو مع الطاقات التقليدية؟ شكرا على السؤال المهم. إذا كانت هناك ملاحظة أحد زملاء قال لو تكون المداخلة باللغة العربية، احنا فقط برك باش نعاود نعطي بعض المختصر في جملتين، انه الطاقات المتجدده مهمه للطاقه للامن الغذائي. يعني الامن الغذائي باش يقدر تكون عنده ليكتريسيتي، باش تكون عنده الماء، الى بوزوان دو لينيرجي رينوفلابل. على هذا الاساس واش نصيبو هنايا بالنسبه للسؤال هذا الاولاني؟ الوغ ما تكونش كيف الطاقه الاحفوريه ماشي كيف. بوركوا؟ باسكو الطاقه الاحفوريه تنفذ والطاقه المتجدده لا تنفذ. هنا لو ديفو دو لاجيري، يعني اشكاليه الجزائر ان ما عندناش لا تكنولوجي فولو، سي بور سا كو لابد علينا اننا نديرو هاد الشراكه. الان في الطاقات المتجدده وين رانا ان بو فور؟ رانا فقط فور في الطاقه السولير، غير في الطاقه الشمسيه في عمليه إنتاج الطاقة الكهربائية. هذه نقطة. أما السؤال بالنسبة لي، هل ساهمت هذه الشراكة في تحصيل الأمن الغذائي؟ نعم. إذا نأخذ الشراكة الإسبانية والجزائرية في لاباج لو سلايد 19، واش صرا؟ صرات إنشاء ما يسمى بهيئة أن إتابليسمون بوبليك يسموه HCDS، اللي هو أو كوميساريا دو ديفلوبمون دو لا ستيب. الهدف تاعو أنه يشجع المزارعين في السهول والسهوب في عملية الإنتاج الزراعي وفق الطاقة المتجددة عن طريق لا برودكسيون دو ليكتريسيتي عن طريق الطاقة المتجددة. إذا هادو السؤالين أظن اللي عندي. سؤال الأول لست أدري، أنا شخصيا عندي سؤالين إذا ممكن سيد الرئيس. سؤال الأول لمن السؤالين أستاذة؟ نعم، لمن توجهين؟ لمن؟ السؤال الأول لأستاذنا الكريم من السعودية. عندي سؤال: ما مدى مساهمة الشريك الأجنبي في الإبداع؟ هل هناك شريك أجنبي في إبداع للأمن الغذائي؟ اثنين، على حسب معلوماتنا أنه عندما دعا سيدنا إبراهيم للمكة قال اللهم اجعل هذا البلد يعني آمناً ويرزقه الله من الثمرات والخيارات، لكن احنا على بالنا باللي أرض السعودية ليست خصبة. ما بدا نسبة خصوبة الأرض في الزراعة في السعودية؟ هذا السؤال بالنسبة لأستاذنا في السعودية. سؤال تاني لأستاذ صالحي عندنا بالنسبة للجزائر، السؤال اللي متعلق باستراتيجية تحقيق الأمن الغذائي كذلك: ما مدى مساهمة الصحراء التي تمثل 70% من الخريطة الجزائرية في الإنتاج الغذائي؟
شحال راح تكون نسبه لو نور اي لو سود في لا برودكسيون اغريكول اون الجيري؟ ما هي الاستراتيجيه في مشاركه نسبه كبيره من الصحراء التي تمثل 70% في الانتاج الغذائي في الجزائر؟ وشكرا سيدي الرئيس. شكرا استاذه على هذه الاسئله وعلى الاضافات المقدمه. الكلمه للاستاذ الدكتور سريحي محمد. اولا اشكرك استاذ بن منصور، والسؤال اللي اول طرحته، هل الابداع والابتكار مكلف؟ اذا وجدنا النتائج التي سوف تحصل عليها من هذا الابداع والابتكار، دوما اي شيء علمي في بدايته مكلف، لانه يعتبر مرحله الاولى اللي هي التجربه قابله للنجاح او لا قدر الله للفشل، ولكن عندما نرى المكاسب بعد ذلك لا سوف يكون لا يعتبرها تلك. فإذا رأينا الآن أول فكرة للبيوت المحمية ممكن قد تكون مكلفة، ولكن الآن صار كل شخص ببيته بيعمل الفكرة بأقل التكاليف، فهذا دوما هذه دوما الأفكار تكون في بدايتها مكلفة، ولكن بشكل عام الإبداع أنا أحطه بين قوسين ليس مكلف، ولكن الإبداع هو أن تؤمن أن هناك إنسان مبدع مبتكر يستطيع من أقل الأمور يصنع المعجزة. فإذا آمنت بذلك، الدول عندما نأتي لصانع المصباح كان لا يؤمنون به، وكان يدعى بأنه غير متوافق للتعليم، وهو من أضاء العالم بأديسون بالمصباح. إذن المبدأ هو مبدأ إيمان بالفكرة وليس تكاليف. الأمر الثاني، الإبداع هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن فكرة تؤمن بها، أعطاء فرصة لشخص مبدع يقدم أفكاره، وقد يكون لما يقدم الفكرة ترى مجانا، بس يريد أحد يتيح له الفرصة أنه أعمل هذه الفكرة. فإذا لقي الدعم المعنوي قبل الدعم المالي، هنا لما نتحول من فكرة وأمنا وطبقناها إلى إنتاج، طبعا أنا هنا الإنتاج معناته في شيء صنع، فإذا شيء صنع معناته هناك تكاليف. لما تنشر المصانع هي بدايتها فكرة، ولكن صارت عبارة عن مدن صناعية في جميع العالم. الأمر الآخر، مراحل الإبداع هو بتكون عبارة عن فكرة تتبلور، بعد كذا عبارة عن تجربة قد تكون مثمرة، وبعد كذا فعلا يتبنى ذلك. وللأسف احنا نقول لدينا في وطننا العربي لا يوجد من يؤمنون بالأفكار، وإذا وجد من آمن بالأفكار مراكز أبحاث أو غيره، لا يوجد من يضحي بجزء يسير من الأموال ليثبت هذه التجربة من صحتها. وللأسف المبدعين عندما يضعون أفكارهم يضعونها عبارة عن أبحاث وسلسلة من الأفكار ليست عبثا، ولكن كما يقال، وللأسف إحنا بدينا نتتلمذ على بعض المقولات إن المال صاحب المال جبان، وإنه كذا، وإذا استمرينا بهذا الخزعبلات لن نتقدم. لابد يوجد من المجتمع من يضحي بجزء يسير ليدعم هذول المبدعين، سواء الحكومات، وأنا لن أعول على الحكومات، أفراد قطاع خاص. هذا المثلث هو من يصنع. عندما تطورت ماليزيا وأصبحت بلد من بلد متدني يتباكى رئيسه في الخمسينات خلال الحرب في تلك المنطقة فيتنام وغيرها، الآن فيتنام وسنغافورة من الدول التي تخطتنا، لأنهم هم فعلا آمنوا بأفكارهم وعملوا على الفكر، لم يعملوا على البترول، لم يعملوا على اتساع أراضيهم، إنما على التعليم والتدريب والإيمان بالقدرات. ردي على أستاذتنا الدكتورة مخلوفة، نعم هناك أول ما بدأت المملكة العربية السعودية بصناعة الألبان شركة صفولة أو شركة نادك أو الربيع، والآن هي تعد لها أكبر مزارع. أي نعم السعودية ليس نقول إنها صحراوية، ولكن توجد بها مناطق كانت عبارة عن صحراء، ولكن بيئتها مقاربة للشام وللأردن، والآن فيها منطقة تدعى الجوف شمال غرب المملكة، توجد بها أكثر من مليون لمزرعة اسمها شركة الجوف الآن، وهي مساهمة للمواطنين، الآن تصدر من الزيوت زيت الزيتون، وبها أكثر من مليون شتلة، وهذا في غضون أقل من 20 سنة. لدينا الأراضي، ولكن للأسف كنا متقوقعين داخل المدن. طبعا رسولنا الكريم إبراهيم عليه السلام دعا ربه بأنه ترك ولده إسماعيل وزوجته في وادي غير ذي زرع، وادي مكة كما جميعنا نرى هو عبارة عن منطقة هابطة بين جبال، هذا هي طبيعة مكة، ولكن جوار مكة الطائف تبعد عنها 60 كيلو، منطقة جبلية تصدر أفخم أنواع الورود، مشهور هذا الورد الطافي ويستخدم، والآن بدت عبارة عن شركات صغيرة أو أسرية تصنع
منتوج زيوت الورد ويصدر للخارج، قد يكون لا يذكر تصنيعه في الداخل. ولكن ايضا منطقه القصيم الان تعتبر من اكثر مناطق العالم، هي طبعا السعوديه تعتبر تنافس السعوديه والعراق واعتقد الجزائر تونس، يعني يمكن هي اكبر اربع دول بتصدير التمور. ولكن الان في منطقة القصيم في السعودية الواحدة أصبحت التمور عبارة عن صناعة وليس زراعة، أصبحت تنوع اهتمام به، أصبحت تزرع بمنطقة القصيم الآن، هناك منطقة في عمق الصحراء تصدر أنواع أسماك الزينة إلى دول أوروبية. لماذا؟ لأنهم استغلوا المساحة الشاسعة من الصحاري باستزراع أنواع من الأسماك، بس طبعا باستخدام التكنولوجيا والمواءمة والتكيف، يعني عدد من الأمور. بالنسبة أنا أعتقد إن شاء الله كذا أوفيت ما سألت عني دكتورة. شكرا أستاذنا، شكرا. مشكور أستاذ محمد السريحي على هذه الإضافات وعلى التوضيحات. فعلا السعودية متميزة يعني في هذه يعني المجالات الإنتاجية التي لها أكيد يعني وقع كبير في تطوير وتحسين الأمن الغذائي. مشكور أستاذنا على هذه. الأستاذ صالحي صالح كذلك، ربما نعود نعطيه كلمة مرة أخرى للسؤال ولا تدخل الأستاذ ميخالفي. وكذلك هناك سؤال آخر في الإطار، يسأل أحد المتدخلين يقول أنه نتحدث عن إعادة صياغة بنود اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لكن إلى غاية اليوم لم يتغير أي بند، في رأيك نحن أمام تحدي أم أمام خيار؟ تفضل أستاذ الشيخ صالحي. مشكور. شكرا سيد الرئيس. سؤال المتعلق باتفاق الشراكة، الدولة الآن وجعل الهيئات المكلفة شعرت بخطورة استمرار هذا الاتفاق الذي صيغه في إطار عدم توازن الأطراف، أطراف تفاوض، في حين الاتحاد الأوروبي دول مجموعة واحدة تتفاوض مع الجزائر، وبالتالي مصلحة الاتحاد الأوروبي هو أن يكون الجزائر سوق لمنتجاته وسلعه وخدماته بما فيها الاتحاد الأوروبي، عنده السلع الزراعية الغذائية الطاقوية، المنتجات المتعلقة ببعض مكونات الانتاج الطاقوي إلى غير ذلك. وبالتالي إعادة التوازن هذه حتى تعتبر الجزائر أنها لها استراتيجية استراتيجياتها المتكاملة، والاتحاد الأوروبي يتعامل مع الجزائر في إطار توازن المصالح ويشارك مشاركة استثمارية في كل المشاريع التي تحقق الأمن الغذائي والأمن الطاقوي وغيرها. تلاحظوا الآن أن بعض المشاريع عطلت على الأمن نتاع الطاقة مع ألمانيا ومع غيرها، لأن بعض الدول الأوروبية منتجة للكهرباء. بعض الآن تكلم مع ألمانيا، ألمانيا تصدر منتجات متطورة وتصدر القمح للجزائر، نفس الشيء فرنسا. هل يسمحون لذلك؟ أنا قلت لابد من مصلحة أمنية استخباراتية تستطيع أن توقف كل، تستطيع أن تضمن أنه كل الاستراتيجية توازن المصالح. الأستاذ ميخال في أنه تكلمت على الصحراء، الصحراء الجزائرية هي جزء مكون من سلالة كامل مع زراعة الشمال والوسط والزراعة الصحراوية، والمكسب اللي ممكن أنه هناك زراعة صحراوية، ولكن الاستغلال لابد أن يكون استغلال مدروس، تكنولوجيات مدروسة حتى لا تنهك الأرض ولا تملح الأراضي الزراعية الموجودة هنا، وحتى لا تعطى العديد من الامتيانات الرمزي لأناس ليسوا لهم أي علاقة بالزراعة. الآن بعض الزراعة نذكر نوعين من المحاصيل، المحاصيل الزيتية مثلا، ومن بينها ذات صلة بالنخيل. الآن في دول غرب إفريقيا صناعة أعاد وتوطين النخيل التي كانت هي مهدها غرب إفريقيا، وأصبحت بعض الدول تؤمن 50% من احتياجاتها من منتجات الزيوت. هناك من المحاصيل السكرية، ويمكن يعني فرص كثيرة، ولكن لابد أن تكون هناك حالة استخباراتية، لأنه كثير من المدخلات المتعلقة بهذه الزراعات تكون مغشوشة، كما الآن شوف الشرق الجزائري بعض المحاصيل الزيتية كلها ضاعت بسبب البذور غير البذور الرديئة، غير ليس لدينا بنك معطيات هذه البذور. وشكرا لكم وبارك الله فيكم.
بارك الله فيك أستاذنا، شكرا على هذه الإضافات القيمة. في الحقيقة ربما لا أدري، رانا في مع وقت نهاية هذه الجلسة، هناك بعض الأسئلة الأخرى التي تريدنا من بعض المتدخلين، ولكن ربما سوف يعني نعلن عن نهاية هذه الجلسة الافتتاحية الأولى. قبلها طبعا جدد شكري لكل المتدخلين، الأستاذ الدكتور صالح صالح من جامعة سطيف، الأستاذة دكتورة ميخالفي أمينة من جامعة ورقلة، الدكتور محمد السريحي من المملكة العربية السعودية، كل الذين تقدموا بتساؤلاتهم وأسئلتهم في يعني عبر هامش الدردشة. الشكر للجميع. ربما لاحظت ثم تستأنف الجلسة الثانية، وحيل الكلمة للأستاذ عيب وليد أو الأستاذ خميسي قيدي. شكرا الأستاذ بالمنصور على ترأسك هذه الجلسة الأولى الافتتاحية وشقها الأول. الشكر موصول للأساتذة الأفاضل الذين أسهموا بتدخلاتهم، وخاصة الأستاذ صالح صالح، الأستاذ مخلفي أمينة، وأيضا الدكتور محمد سريحي. دون إطالة، هناك الشق الثاني من الجلسة الافتتاحية بمدخلين رئيسيين آخرين أفاضل، وسيكون هناك أيضا نقاش متمم للجلسة للشق الأول من الجلسة الافتتاحية مع الشق الثاني إن شاء الله، ربما يكون متسع من الوقت للإجابة على السؤالين اللي أرسلوهم الحضور. سؤال للدكتورة ميخالفي، ما هو تقييمكم للشراكات الموقعة بين القطاع العام والخاص منذ سنة 2002؟ وسؤال موجه للأستاذ صالحي من أستاذ من السودان، الأستاذ دكتور سلماني محمود، اللي طرح الأستاذ صالحي سؤال، قال هل في حقيقة الواقع المعاش أن الاتحاد الأوروبي يسعى لاستقرار الزراعة في الوطن العربي؟ هذا سؤال إن شاء الله نخليه لحلقة النقاش في جزئها الثاني.